انميت البحاري انت وزيري 535 سير، انميت البحاري انت وزيري 535 سير، يس سير، جود مورنينج، يس سير، جود نايت، يس سير، اند هاف ا جود لايف. What's going on and how you guys doing? يا ربع الصوت واضح؟ Okay, this is ياسر البحاري N20535 يا ربع. This is ياسر البحاري N20535 يا ربع and welcome to myself. حياكم يا ربع، حياكم في زنزانتي المتواضعة. زنزانتي المتواضعة يا ربع هذا الباب. خلنا ناخذ فيكم فرة يا ربع. خلنا ناخذ فيكم جولة في زنزانة ياسر البحري في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية فلوريدا يا الربع. This is the البحاري show يا الربع، زنزانة ياسر البحري. Be there or be square. No 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 no. Don't be there. You better for you is to be square than to be there. يا الربع حناخذ فيكم فرة في زنزانتي المتواضعة يا الربع. الباب، السرير، الكبت، البدلة الميري يا ربع، عندنا ألوان وأشكال من البدلة الميري يا ربع. عندنا البدلة البيضة خط أزرق، وعندنا البدلة الزرقاء وخط أبيض، عندنا البدلة الحمراء وأيضا خط أبيض، وعندنا البدلة البنية وأيضا خط أبيض، عندنا بدلة حمراء يا الربع والعياذ بالله، وأيضا خط أبيض. What's up البحاري انتو 0535 سا؟ يس سا. اوكي يا الربع، Welcome to زنزانة ياسر البحاري and what's up and how you guys doing. يا الربع بوريكم شيء على السريع السريعي. شوفون هذا اللي بيدي يا الربع، هذا يا الربع اللي بيدي، لا يا الربع ما هو ايس تي ولا ايس كيو ولا ايس كيوب، ولا هو شاهي يا الربع، ولا هو شاي الزعتر، ولا هو تشاينيز تي، ولا هو شاي حليب، ولا هو كرك يا الربع. تدرون هذا شنو يا الربع؟ هذا ما اللي نشربه داخل سجون فلوريدا يا الربع بحق وحقيقي، ولكن راح اقول لكم قصته بعد قليل. هذا الماء اللي نشربه. معاكم ولدكم ياسر البحري، سجين كويتي في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ولاية فلوريدا. لقد نفقت لي تهم شنيعة وسجنت في ولاية فلوريدا يا الربع ما يزيد عن 13 سنة. أعطوني حكم 15 سنة يا الربع، طبقت منها 12 سنة و8 شهور وطلعت منها بحسن سير سلوك. عندي قناة على اليوتيوب يا الربع اسمها ياسر البحري. As a matter of fact عندي قناتين، عندي قناة ياسر البحري الرئيسية وعندي ياسر البحري السكندري الاحتياطية. اللي بيعرف قصة ياسر البحري يا الربع يروح إلى اليوتيوب، وبالتحديد ياسر البحري الرئيسية، راح يجد قاعدة ياسر. شاهد وتمتع وافهم واستوعب قبل ما تحكم، وبعدين إذا عجبك الموضوع توكل على الله وشاهد يوميات ياسر، حكايات ياسر، ياس، شاهد وتمتع وتعلم عن العدل الأمريكي وقصور العدل الأمريكية وسجون أمريكا وأيضا أشدها وأعنفها. This is ياسر البحاري N20535 يا الربع and how you guys doing. الصوت واضح يا الربع؟ Can I get a wah wah? Okay. يا الربع تدرون الليلة صادف شنو يا الربع؟ تدرون الليلة هذه يا الربع تدرون صادف شنو يا الربع؟ الليلة يا الربع 24/1/2021، 24/1/2021 يا الربع ليلة الليلة المشؤومة يا الربع، الليلة اللي تآلت وتآمرت فيها ميمي وصاحبتها تارة على ياسر البحري، وبالتحديد يا الربع في داخل
في داخل محل ياسر البحري في فلوريدا. اوكي خليني اشرب من هالماي هذا اول عشان اذكر نفسي انا وين. يا الربع هذا فعلا ماي داخل سجن فلوريدا، اقول لكم قصته بعد قليل. بس اول شيء اقول لكم القليل عن الليله المشؤومه عن ياسر البحري. يوم تآمروا عليه اوكي سو تشيك ذس اوت. ياسر البحري العبد لله فقير كان عنده كافيه شيشه يا الربع في ولايه فلوريدا، وبالتحديد في العاصمه تالاهاسي فلوريدا. اوكي ومن انت ياسر البحري؟ ياسر البحري يا الربع كان طالب PhD مرشح دكتوراه في جامعه ولايه فلوريدا يا الربع بالفلسفه السياسيه. كان عندي وقت قرر قلت تدري شلون يا البحري بما ان عندك وقت why not just why not تفتح كافيه شيشه وتبيع شيشه ومعسل وزغلول وسلوم ها وتفاح وفراوله حق الامريكان. ليش ما تبيع لهم يا الربع؟ مو هذه العولمه؟ مو هذه جلوباليزيشن؟ مو هذه يا الربع العولمه؟ مو هم يجيبون عندنا ستاربكس، يجيبون عندنا كاريبو، يجيبون عندنا ماكدونالد، يجيبون عندنا برجر كينج؟ ليش لا ياسر البحري ما تودي عندهم زغلول وسلوم ومعسل و... ليش لا ونودي لهم شيش ها؟ فقررت يا الربع اني افتح كافيه شيشه، افتح محل شيشه داخل فلوريدا. وبوم عالم زحمه يا الربع، افتح من الساعه 2 الظهر الى 4 الفجر، وعالم رايحه عالم راده، دور الناس دور طابور برا طابور يبي يدشون كافيه شيشه عشان كل واحد منهم يشيش زغلول سلوم تفاحتين لحين في تفاحتين يا الربع منت نعناع فراوله تفاح اخضر تفاح احمر وعالم يا الربع. يعني انا حسيتها كان عندي فوق 120 شيشه يا الربع، 120 شيشه على الارض، وكنت تبيع الوحدة يا الربع على $15 عالم وفلوس وحركة. وهذه أمريكا يا الربع، هذه أمريكا ما هي شبرا الخيمة، ما هي باب اللو، ما هي هذه أمريكا يا الربع، ما هي استراحة سموير عند ربعنا، ولا هي محل في خيطان عندنا محلوة بنات رايحات بنات ردات 18 19 سنة 20 سنة الأقحواني البرجواني hot blonde red headed young wild free all kinds. جت واحدة يا الربع اسمها ميمي، دشت المحل يا الربع في الصباح وطلبت انها تتوظف عندي. طبعا كانت اغراء قمة الاغراء، تقول اوكي ياسر البحري من اولها البنت تبين انها اغراء وانها لابسة ميني سكيرت بابا 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 با. ليش ما تعوذت من ابليس ووظفت واحده غيرها او وظفت واحد ثاني؟ ليش ما وظفت شباب عندك؟ قلت والله يا ربع صعب الواحد يحصل شباب، صعب الواحد يحصل حسنين ومحمدين داخل فلوريدا يا ربع، ما حد راح يضبط الشيشه الا حسنين ومحمدين. بعدين يا ربع هذا حرم جامعي كله بنات، 60-70% من الطلبه بنات، وبعدين هم اللي يبون الوظائف. انت وين طنث خالف ثف الست دي عودي. وفعلا يا الربع هذا اللي صار، بوم وظفت البنت على الرغم من انها كانت هي نص كم شوي، ولكن كان في شيء غريب مع البنت هذه اسمها ميمي يا الربع. العمر كان 18 سنه ونص، جامعه سنه اولى، انا كان عمري 28 سنه ونص، وانا كنت جامعه ولكن كنت مرشح دكتوراه في نفس الحرم الجامعي في نفس الجامعة ولكن في مبنى مختلف. البنت اشتغلت اسبوعين ميمي، اسبوعين اسبوعين ونص 10 أيام 3-4 مرات. في كل مرة يا الربع كانت نظراتها غريبة، في كل مرة يا الربع كانت يعني كان بالها مشغول في شيء ببالها بس ما احنا عارفين ايش السالفة. الطالع تبتسم طالع تأشر اوكي اجين يا الربع هذه فلوريدا وهذه امريكا يا الربع، ما كنا في
في الحسين، صح ولا لا يا ربع؟ المهم to make the short story shorter يا ربع، جتني يوم من الايام كانت تقول لي بوس احنا ندري يعني انا وصديقاتي وهذا ندري ان انت عندكم افتر بارتي وعندكم حفلات وتقعدون وتتجمعون وانت عندك اصدقاء بابا ودي انا وصاحبتي نجي هنا ونقعد نحتفل معاكم على يوم من الايام صديقتي بيرث داي او انا عيد ميلادي او شيء كذي. ولكن يا ربع ما سنحت الامور ولا سنحت الفرصه ان فعلا نجتمع. انا كنت رجل مشغول للغايه فما كان عندي وقت اني احتفل والسوالف هذه خاصه مع موظفيني. شو رايكم بالماي؟ ترو ستوري. اوكي سو وات هابن نكست؟ ما قدرنا نجتمع يا ربع. جت هي وصديقتها مره مرتين ولكن ما كان في مجال ان الواحد يحتفل ويسوي بابا 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 بابا. يعني بالنهايه ترى كافيه شيشه كان محل محترم، ما كان يعني مرقص ولا كان كلوب، كان لاونج، كان في بنات، كان بنات يروحون بنات يردون بابا بابا بابا، ولكن ما كان مفتوح بحري على الاخر. البحري ما كانش فتحها بحري صدقوني يا الربع. المهم يا الربع جاء يوم اربعاء، يوم اربعاء يا الربع ميمي كانت تشتغل. ميمي قالت اوكي، كان في موظفة اخرى معانا اسمها تارة، وكان هناك اخرين من اصدقائي، واحد اسمه سامي واحد اسمه اركدش، وكانت مديرة موجودة اسمها توفا، وكان عندنا اخرين واخريات. انا كنت تعبان حزتها يا الربع، انا كنت تعبان للغاية، كنت اشتغل 24/7. انا راعي الحلال ولكن في نفس اللحظة يا الربع راعي الحلال هو يشتغل اكثر من غيره. يوم تفتح بزنس لا تتوقع انه، يوم تفتح بزنس يوم تصير رجل اعمال حر لا تتوقع ان انت راح تكون حر، راح تشتغل اكثر من اي واحد فيهم. انا كنت اشتغل 17 18 ساعه باليوم، ناهيك عن الدراسه، مرشح دكتوراه في جامعه فلوريدا ستيت يونيفرسيتي. لحظة يا ربع، somebody calling me، النزيل اللي جنبي calling me. لحظة يا ما what you want bro؟ I can hear you man، what you want bro؟ later man I got friends bro. okay man okay. المهم يا ربع تشتغل اكثر من اي انسان ثاني، انت تشتغل اكثر من المدير من المديره، تشتغل اكثر من حتى اللي يغسل الصحون 17 18 ساعه، لابد انك منهك. وفعلا يا الربع انا جيت المحل وكنت منهك، كنت تعبان. تارا وميمي كانوا موجودات يشتغلون ذاك الليل يا ذاك اليوم، ذاك اليوم تارا وميمي كانوا يشتغلون. انا يا الربع عادي لما اخلص ونقفل اخذ الفلوس اللي في الكاش ريجستر، اي تيك ذا ماني فيو واروح يا الربع، ايذر اروح الاوفيس ولا اروح غرفه الفي اي بي لانها نوعا ما مستوره، ما فيها بيبان، ما فيها اقفال، ما فيها نافذه، يعني فيها نافذه ولكن غير مغلقه، فنوع من الخصوصيه اجمع واعد الكاش كم طلعنا ذاك اليوم. المهم بعد ما رحت ولا ميمي وتارا يلحقوني، ميمي 18.5 19، تارا 18.5 19 أو 20 سنة، الحقوني. أي بوس would you like some coffee؟ أوكي make me some coffee. وفعلا هذا اللي صار يا الربع، راحوا يسووا لي كوفي، ردوا يا الربع ولا سووا كوفي، شربنا كوفي، عديت الفلوس. طبعا المكان فيه موسيقى، المكان فيه غنى، المكان فيه سماعات والسوالف هذه. تارا كانت تروح الاوفيس وترجع، تروح الاوفيس وترجع وتغير الاغاني، احنا عندنا الاغاني مثل امبليفاير، تارا تروح وترجع تروح وترجع. انا كنت تعبان، فجاه حسيت اني دخت. اوكي دخت، لابد انك تعبان عد الكاش وروح. خلصت سيجاري، انا حزتها كنت ادخن سيجاير، خلصت سيجاري يا الربع، كان تارا كانت تدخن وانا موظفيني عادي كنت اقول لهم هذا المفتاح
روح جيبوا مثلا بوكي هذا المفتاح، روح جيبوا المحفظه هذا المفتاح، روح جيبوا اغراض بالسياره هذا المفتاح، مثلا عندي سجاير داخل الدرج جيبوه تعالوا، مشتغلون عندي انا كنت بالاوفيس ولا انا كنت مشغول ورابر. وفعلا هذا اللي صار يا الربع. تارا قالت بوس مان ترى خلص الباكيت مالك ما في سجاير، كان اعطيها المفتاح كان اقول لها روح السياره. عزتها كان عندي جيب انفينيتي QX 550 C56 شغله عدا، قلت لها روح السياره جيبي باكيت وتعالي. هذا اخر شيء الربع اتذكر تقريبا. راحت السياره وبعدين اطفئت الانوار. 24/1/2007 يا الربع، 24/1/2007 قمت من النوم يا الربع الساعة 4 الفجر. الكلام هذا كان الساعة 1 بالليل، المحل كان يسكر 2:30 sometimes 4 الصبح، بس هذا كان يوم عادي فما كان في زحمة. قمت 4 أطالع ولا الدنيا مقلوبة فوق وتحت، الدنيا مقلوبة، جلاسات كل مكان، ميمي نايمة هني، تارا مش موجودة. أي ميمي wake up what's up what's going on what are you doing over here I just went to sleep but now. قلت لها يا حبيبي وين نام محل هذا خلاص يلا يلا البيت البيت البيت. جاية بسيارة انتي ولا ايش؟ قلت لا انا مو جاية بسيارة، انا جاية مشي او احد قطني شيء كذي، بيتنا مو بعيد. قلت لها انا بمشي خلاص خلاص انا وصلك. تروحين مشي ولا ترى انا وصلك عادي؟ قال اوكي وصلني. ركبنا السيارة، ركبتها السيارة، دلتني مشينا، روح يمين روح يسار وقف هذا الدوار خذ فوق تحت دش يسار الإشارة روح يمين دوار هذا وقف. نزلنا وصلتها للبيت عن طريق الوصف، أنا ما أدري بيتها. بعد ما حركت كانت موظف تعيش داخل الحرم الجامعي سكن الطلبة، حركت وصل يا الربع لبيتي. الكلام 4:30 الصبح، الساعة 8 الصبح يا الربع، 8:30 الصبح الشرطة عند الباب، الشرطة عند الباب تحت، أنا نايم بالدور الفوقاني الشرطة تحت. For the rest يا الربع is history, the rest you guys know. الحديث والحديث يا الربع إذا بتعرفونه موجود في قاعدة ياسر في اليوتيوب. البعض يعرف القصة عدل لأنه شاف قاعدة ياسر، والبعضين لا يعلم لأنهم جديدين على ياسر البحري وياسر البحري جديد عليهم، خاصة عبر البرنامج هذا، صح ولا لا يا الربع؟ The rest is in قاعدة ياسر في اليوتيوب، ياسر البحري القناة الرئيسية. أنا حبيت أذكر لكم أول ليلة لأن اليوم الليلة احنا فيها هذه يا الربع 24/1/2007 ذكرى الليلة المشؤومة، يوم أنا وميمي وتارة وموظفين وموظفات آخرين كنا في كافيه شيشة ساعات قبل الشرطة ما يجوني ويتهموني بقضية اعتداء جنسي أو تحرش جنسي ضد ميمي. ومن ذاك اليوم يا ربع الكابوس بدأ ولم ينتهي. ومن ذاك اليوم ومن تلك الليلة أو صباح يوم غد الساعة 8 الصبح يوم المخبرين جوا لي عندي فتحت لهم الباب وقالوا لي اسمع عندنا مشكلة معاك بابا بابا بابا. طبعا أنا صعقت أنا صدمت بعد هذا اللي ناقص. أول شيء الربع أنا كنت في أمريكا لست بحاجة، ما كنت بحاجة إني أسوي أي شيء من الشيات هذه. أنا شلون فجأة صرت مشهور في الكويت وفي الخليج العربي يا الربع؟ ترى أنا كنت كذلك مشهور في فلوريدا، يعني نجمي سطع بسرعة شديدة. كان عندي محل كافيه وكنت بزنس بارتنر مع آخرين، كان عندي محل مطعم بيتزيريا وغاز ستيشنز، فنجمي ساطع اوريدي.
البنات حواليني كانوا يتمنون ان انا اكون حواليهم، كانوا يتمنون اني ارفع ايدي هكذا على اساس تنزل وتمشي معاي. هذه كانت الروتين، هذا كان الروتين في فلوريدا. انا لست بحاجه اني اسوي شيء والبنت ما تبي، انا ما سويت. ولكن حتى لو بسوي كان في 1000، كان في 1000 اخريات. عرفت شلون يا الربع؟ ف المساله بالنسبه لي كانت صدمه صدمه صدمه. يعني تخيلوا يا الربع، ما قدرت ابلع ريقي. تخيلوا بعدين يودونا السجن، اعطونا ماي نفس هذا. يا الربع تخيلوا شلون يشرب، شلون يشرب الماي يا الربع، والله العظيم قاعد. المهم يا الربع، اللي يبي يعرف القصه باكملها من ربعنا اللي تهم يتعرفون على ياسر البحري، يروحون قناة اليوتيوب ياسر البحري في اليوتيوب ويشوفون قاعدة ياسر. واللي يحب القراءة يا الربع يقرأ كتاب خلف الأسلاك الشائكة. خلف الأسلاك الشائكة يا الربع في قصتي من طقطق لسلام عليكم، من طقطق لسلام عليكم، قصتي موجودة هناك. وإذا لك خاطر تقدر تاخذ خلف الاسلاك الشائكه وتاخذ الجزء الثاني اسمه 1000 ليلة حبس انفرادي. صدقني ان خدت الكتاب وقراته لن تستطيع ان تضعه جانبا. والسبب انه مليء بالقصص والاثاره والعبر والمواعظ والمواقف وحتى الطرف. اذا لك خاطر تضحك، يعني الكتاب هذا خلف الاسلاك الشائكه راح يخليك تضحك، راح يخليك تبكي، راح يخليك تتعجب، راح يخليك تنصدم، راح يعطيك الفصول الأربعة في نفس اللحظة. الآن يا الربع الحين بدخلكم بموضوع ثاني على السريع السريع يخص السجون داخل فلوريدا. وموضوعي يا الربع اليوم هو الماء اللي أشبه بالآيس تي. خل أوريكم شيء، بس أول شيء Thank you.